محمد بن علي الباقر هذا له مكانة، فلما دخل هو وأناس على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وكان قد كف بصره، جابر كان مبصرا ولكن لما كبرت سنه كف بصره، فدخلوا عليه فأخذ يتعرف عليهم من فلان من فلان من فلان لأنه لا يبصرهم. فلما عرف محمد الباقر بنفسه وقع له مكانة في نفس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فكان صغيرا يعني يمكن أنه حوالي سن البلوغ أو دون سن البلوغ قليلا، ولكن عنده شغف العلم، عنده الشغف بالعلم، وهذا بسبب التربية التي تربى عليها هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فهذا الصغير يأتي إلى جابر ويطلب منه أن يحدثه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشغف يمكن لا نكاد نجده إلا في النادر عند أهل زماننا من الكبار، أما الصغار فلا يعني نتصور وجوده إلا أن يشاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل في الأمة من الخير ما في سلف الأمة، ولكن الواقع الذي نعيشه يجعل القلوب تتفطر ألما، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح أحوالهم. فإذا لما عرف محمد بن علي بنفسه عند جابر فرح جابر وصارت في نفسه مكانة لمحمد بن علي، فماذا صنع؟ أدناه وفتح أزراره ووضع يده على ثديه. هذا أسلوب فيه تطمين وفيه إشعار له بالمحبة والمكانة التي له، وبأنه قد قدمه على غيره بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة وسلف الأمة وأهل السنة عموما يعرفون لأهل البيت مكانته، وهذا من معرفة مكانة أهل البيت، لا كما يدعي الشانئون حاقدون على أهل السنة حينما يزعمون أنهم لم يعطوا أهل البيت قدرهم.